اهلا بيكم مره تانية. اعظم جماهير نادي في الكون، والبطوله دي على فكره كمان بتاكد على حاجه مهمه جدا، انه الاهلي يغرد افريقيا منفردا، لانه الفرق بينه وبين كل المنافسين او اقرب الناس تحقيقا لنفس البطوله بعيد جدا. حط كل كبار القاره في كفه والاهلي في كفه تانية، مازيمبي، الزمالك، سان داونز، الترجي، الوداد، الرجاء، كل دول حقيقه بعيد جدا جدا عن الرقم 11، البطوله اللي حققها الاهلي بس من 48 ساعه. احتفالات جماهير النادي الاهلي العظيمه وفرحتهم مستمره، وبنحتفل وبنكمل فرحتنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار الحقيقه، كابتن هاني العجيزي، بيشرفنا النهارده في السادسه. كابتن هاني مساء الخير ومبروك، الف مبروك طبعا على اللقب الجديد والبطوله الجديده للنادي الاهلي. مساء الخير يا ابو حميد، انا مبسوط ان انا موجود معاك، وحشني، وطبعا عايز ابارك لجمهور النادي الاهلي على البطوله ال11، بطوله غاليه، بطوله مهمه، وبطوله صعبه جدا، من البطولات اللي النادي الاهلي خدها بصعوبه، ودي ميزتها، يعني دي ميزتها ان النادي الاهلي خدها، ويعني كان الناس كلها ما فيش شبه امل ان النادي الاهلي ياخد بطوله. الحاجه لما بتيجي وهي صعبه بيبقى لها طعم كبير. فطبعا انا ببارك لجمهور النادي الاهلي كله، وببارك لمجلس الاداره، وببارك للعيبه اللي تعبت، وببارك للجهاز الفني. اي حد ينتمي للنادي الاهلي بقول له الف مبروك، وان شاء الله باذن الله نفكر في ال12 باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. خليني اقول واخد من كلامك الحقيقه، ابتدي كلام بفكره الصعوبه. انا بشوف انه جماهير النادي الاهلي بتفرح اكتر، بتتبسط اكتر، ما بتنساش ابدا البطوله اللي خدناها من رحم المعاناه زي ما بيقولوا. صح. يعني البطولة اللي جت في سيناريو غير متوقع أو سيناريو الأمل فيه ضعيف تفرق كتير جدا عن بطولات كان الأهلي حاسمها أو حاسم ألقابها بسهولة. أكيد أكيد طبعا، إحنا كلنا زي ما قلت لك يا أبو حميد، إن أنا كنت هنا موجود في الاستوديو مع كابتن إسلام الشاطر بعد ماتش سان داونز، ويعني كان في احباط كبير جدا من بعض جماهير النادي الاهلي، لكن الناس اللي لعبت في النادي الاهلي والناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي عارفين ان مفيش حاجه مستحيل في الكوره، وبالذات مع لعيبه النادي الاهلي ومع النادي الاهلي خصوصا، وده اللي شفناه. يعني كلنا حتى لو في بصيص امل لواحد في المية، لا، ما دام عندك امل اتمسك بيه، وكل حاجه بتيجي بالتعب. وشفنا النادي الاهلي، يعني السنه اللي فاتت كان في ناس كتير بتتكلم على بعض لعيبه النادي الاهلي ان هي لا تصلح للنادي الاهلي، دلوقتي الناس كلها بتشيد بلعيبه النادي الاهلي، بتشيد بمستر كولر، بتشيد بمجلس الاداره، واختياره لمستر كولر بصراحه كان اختيار زي ما اشدنا بموسيماني، بصراحه شابوه للكابتن محمود الخطيب والمجلس الاداره كله باختياره مستر كولر. الراجل خلاص بدا يخش بقى في حته ان هو بينافس بقى ايه جوزيه، بينافس موسيماني، بينافس يعني الموضوع بقى غير، بقى في طموح اكبر، حط نفسه في حاجه صعبه، ان انت دلوقتي الناس بتقارنك بمستر مانو جوزيه، وده يعني كانت شبه مستحيل ان حد يتقارن بمستر مانو جوزيه، فهو حط نفسه في الموقف ده في خلال 9 شهور او 10 شهور، فده انجاز كبير جدا ليه. وانا متاكد مع الكواليتي اللعيبه اللي موجود في النادي الاهلي وبعض التدعيمات المهمه اللي النادي الاهلي محتاجها، اعتقد ان الراجل هيروح في مكان بعيد. طبعا، لان المنافسه كمان يعني رايحه في مكان تاني. ما هو ده اللي انا بقوله، انت يعني خلاص حطيت نفسك في مكان ان انت لازم خلاص النادي الاهلي، انت وصلت للمرحله دي، النادي الاهلي عايز ايه اللي بعد كده؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ايه الاحسن اللي بعد كده؟ ايه المركز اللي بعد كده؟ هاجي لك في اللي جاي كله، بس خد بالك كمان انه انت كل ما بتاكد على ريادتك وتفوقك ده بيخلي حاله التحفز اللي موجوده عند كل منافسيك اعلى واعلى. يعني 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 الاهلي هو ما فيش في قاره افريقيا كلها غير الاهلي، فاهم قصدي؟ يعني بحاول دايما احط نفسي مكان المنافسين، وكلهم فرق كبيره، سان داونز فريق كبير، الترجي، الوداد، الرجاء، المولوديه، يعني كلها فرق كبيره وعندها تاريخ وقدمت نجوم كبيره جدا، فبالتالي فكره الاهلي يسيطر دي اعتقد بالنسبه لهم هتبقى فكره مرفوضه. وخلاص انا حاسس ان هم الناس بدات تهمل بصراحه، يعني الله يكون في عونهم بصراحه بجد والله العظيم. انا لما اكون ليا منافس زي النادي الاهلي، لا، الموضوع صعب، صعب جدا. النادي الاهلي زي ما اتكلمنا قبل كده عنده طموح بلا حدود، عنده جوع بلا حدود، يعني دايما عاوز، دايما عايز يكسب، دايما خدت بطوله بنفكر في اللي بعدها، ودي حاجه ما تلاقيهاش الا في الفرق الكبيره زي ريال مدريد، يعني مانشستر يونايتد مثلا ايام ما كان بياخد بطولات، الفرق دي اللي هي
بتعرف تاخد بطولة ازاي، عندها الامكانيات ان هي تقدر تاخد بطولة. فاعتقد ان المقومات دي كلها مش موجوده الا في فرق قليله في العالم كله، مش هقول لك بس في مصر، لا، النادي الاهلي معروف في افريقيا هو الفرقه الوحيده زي ما انت بتتكلم، شفتك النادي الاهلي 11 بطوله، يعني اقرب منافس ليه تقريبا 6 أو 5 بطولات. طيب فالموضوع دبل، يعني ضعف، قصدي سوري ضعف، فالموضوع بعيد. وزي ما انت قلت الناس بدات يعني المفروض ان يبقى عندهم حافز، لا انا شايف ان الناس خلاص فقدت الامل ان هي فكرت ان هي تنافس النادي الاهلي. لا خد بالك كمان، انت رايح لبطولتين في منتهى الاهميه ومنتهى القوه، يعني قصه فكره ان يبقى في بطوله في افريقيا اسمها سوبر ليج، هيبقى ليها بروباجندا وليها جوائز ماليه كبيره جدا، هيخلق اكيد ويجدد دوافع عند الفرق اللي هتشارك فيها، وهتبقى متحفزه اكتر للاهلي، لانه عارفين انه اي فريق بيلعب فيهم عارف انه الاهلي هو المرشح الاول، وان الاهلي هو التهديد الحقيقي، وبالتالي الكل هيعمل على انه فكره انه الاهلي يخرج وازاي نخرج الاهلي، وبعد كده نبقى نتفاهم بيننا وبين بعض. ما دي حاجه كويسه. دي حاجه كويسه ان احنا تلاقي منافس ليك ونادي ليك في بطوله كبيره زي البطوله اللي هتتعمل دي، فدي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. النادي الاهلي برضو مهما كان بيدور على منافس، انت خلاص انت وصلت للقمه، بدات تاخد بطولات كل سنه 3 4 بطولات، فالموضوع بالنسبه لك انت هتبقى محتاج حد ينافسك، فالموضوع برضو سهل وفي نفس الوقت يبقى صعب على المنافسين. حته برضو اللي انت اتكلمت فيها موضوع المنافسه والكلام ده، وان يعني انا متاكد ان سان داونز غلطوا في موضوع ماتش الهلال، ان هو كان هو ما قابلش النادي الاهلي، بس اتكلمنا فيها برضو قبل كده، واي حد كان موجود مكان سان داونز او اداره سان داونز كان هيفكر ان هو يبعد الاهلي في ماتش الهلال اللي هو تعادل فيه مع الهلال، يعني اي حد مكانه وعارف ان النادي الاهلي بالقوه دي كان هيفكر ان هو يسيب الماتش. لكن انا اتكلمت فيها وقلت ان النادي اداره سان داونز لا، اداره محترمه، اداره بتفكر بتفكير احترافي، وشفنا الكلام ده في ارض الملعب في ماتش الهلال، ولعبوا ما لعبوش فول تيم وكل حاجه، لكن قدروا ان هم يعني يلعبوا جيم كويس مع النادي الهلال، وبالتالي النادي الاهلي كسب الهلال هنا وصعد، والنادي الاهلي كمل ولعب سيمي فاينال وخد البطوله. ده يعني هو من بعد سان داونز، انت قلت لي انك جيت هنا الاستوديو مع كابتن اسلام في بعد ماتش سان داونز، تعرف على طول انه هاني العجيزي ضيف قلبه تقيل، يعني يعني خدوا بالكم قلب ابيض. لا تقيل يعني يعني لا قلبك جامد طبعا، لا لا في ناس كتير جدا قلوبها بيبقى خفيف جدا، يعني في مناسبه زي دي في ناس كتير جدا ما بتحبش تطلع. طب انا هقول لك حاجه، لما بنيجي نرتب حلقات ما بعد المباريات النهائيه، يعني احنا كان عندنا ماتش مع الوداد مثلا، لما بتيجي ترتب حلقات ولسه النتيجه مش معروفه، الاهلي ممكن يكسب والاهلي برده ممكن يخسر، صح؟ في ناس كتير جدا بتقول لك ما يعني ما تطلبنيش، ما تكلمنيش في الايام دي. انا ما اقدرش، لو لا قدر الله النتيجه ما جاتش بصالحنا ما اقدرش اطلع اقابل الناس، عشان تعرف برده جزء من صعوبه الشغلانه طبعا. يعني طبعاً. يعني انك انت تطلع تكلم جمهور طبعاً. في ظروف صعبه في ناس كتير تخاف من ده، عشان كده بقول انك انت قلبك قاعد يعني. طب يعني اقول لك على حاجه كمان، انا ابو علي مكلمني من قبل الماتش وانا متاكد ان انا هكسب. كنت معانا على التليفون هنا يوم ما كان معانا كابتن اشرف وقلت لي هتجي لي هتشرفنا الثلاثه، قلت لي معاك قبل الماتش فعلا كان يومها فعلا، وابو علي كلمني وظبط الحلقه قلت له انا هاجي لان انا متاكد وواثق في من بعد ماتش القاهره كان احساسك ايه يا هاني؟ يعني كنت حاسس انه احنا رايحين نجيب البطوله، ولا القصه مش واضحه بالنسبه لك، ولا الامل صعب؟ ما عنديش 1% ان النادي الاهلي ممكن يخسر بطوله، بالذات في نهائي، بالذات في نهائي الا في حاله استثناء واحده اللي حصلت السنه اللي فاتت. ايوه الاجواء اللي كانت موجوده المحيطه باللعيبه والكلام ده والظروف والكلام ده، بدليل ان احنا شفنا السنه دي النادي الاهلي لما لعب كوره. النادي الاهلي على فكره عشان برضو نبقى نكون صراحه، النادي الاهلي ما كانش يعني ما عملش ماتش عالي جدا او عالي قوي، وبالتالي عارف ان ياخد البطوله دي بقى الميزه. ان انت لما تكون ما تكونش في حالتك وتوصل نهائي وبره ارضك وتقدر ان انت تجيب جول وفي الماتش اللي هنا تكسب، فالموضوع مش سهل زي ما الناس متخيله. النادي الاهلي بقى في لعب نهائيات، دي ميزه البطل النادي الاهلي، وانت مش في حالتك كمان وتقدر تاخد بطوله من وسط الجمهور المغرب، فدي حاجه مش سهله. لا وتاخد البطوله وانت متاخر، بالظبط، فدي يعني حاجه مش سهله. وكان دخل في جون وانت متاخر، دخل فيه جون وكان ممكن تجيب الثاني والثالث بعد الجون. في فرق كتير ممكن تنهار بعد الجون ده، او طبعًا. في شخصيه لعيبه ممكن تنهار في الملعب بعد احساسهم بصعوبه المهمه ما يخليهمش يقدروا يرجعوا مره ثانيه. بالظبط. خليني اقول لك انه دي اول بطوله الاهلي لعب 16 نهائي توج ب 11 لقب، اول 16 بطوله طويله، دي اول
بطوله. طبعا انا ما بتكلمش على السوبر الافريقي وغير ابطال الكؤوس، انا بتكلم 16 دوري ابطال. الاهلي اول مره بياخد لقب من فريق مغربي، حاجه مش سهله. 11 دوري ابطال خدنا 82 اشانتي كوتوكو، 87 الهلال السوداني، 2001 سان داونز، 2005 النجم، 2006 الصفاقسي، 2008 كان القطن الكاميروني، 12 الترجي، 13 اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، 20 الزمالك، 21 كايزر تشيفز، ودي 23 ولا انت مذاكر كويس؟ لا ده احنا دول عدينهم تاريخ. احنا عندنا، خد بالك انت شغال مع اقوى جهاز مخابرات في الكنترول جوه يعني. طبعا معلومه طبعا. اول بطوله تاخدها من فريق مغربي طبعا يعني ليها طعم برضو، وبالتالي يعني بالذات كمان ان انت خسرت البطوله السنه اللي فاتت من نفس الفرقه ونفس الاجواء تقريبا برضو، الجمهور وبتلعب بره ارضك والكلام ده كله، فدي حاجه ما كانش ينفع النادي الاهلي ان هو يخسر بطولتين ورا بعض يا احمد بالشكل ده، ما ينفعش، مش النادي الاهلي خالص يعني. فبالتالي لها طعم حلو وطعم مميز، بالتالي الناس كلها بتقول لك ان هي البطوله دي غاليه زي بطوله ماتش الزمالك السنه اللي قبل اللي فاتت. فبالتالي المباراه يعني البطوله مش سهله، وكمان اللعيبه كمان زي ما قلت لك يا احمد ان اللعيبه تعبت في البطوله دي بشكل كبير. انت والناس يعني طبعا زمايلي هنا في القناه بيبقوا حريصين ان هم ياخدوا في قبل الحلقه او في الفواصل صور مع الـ مع الـ مع الكاس بتاع البطوله. هاني بيقول لهم اتصوروا انتوا فرحانين، ما تعرفوش البطوله دي جت ازاي، وما تعرفوش الناس بتتعب وتشقى قد ايه عشان البطوله دي تبقى موجوده هنا. فعلا فعلا. وكمان خلي بالك ايام زمان كان الموضوع صعب. السفر انت عارف في افريقيا ايام زمان. يعني السنه بتاعت القطن الكاميروني دي انا كنت موجود في النادي الاهلي، بس كنت لسه جاي النادي. فكان في فتره تنقلات اللعيبه، فكان عماد متعب كان جاي، ووائل جمعه كان جاي من السعوديه تقريبا، واحمد فتحي، وفكان في اتنين بس او ثلاثه بس اللي هيتأيدوا. فما حصلليش الشرف ان انا اكون موجود. لكن حضرت الاجواء وحضرت المراسم التتويج، وطبعا فعلا الناس بتتعب، اللعيبه بتتعب بشكل كبير جدا، اسكان جهاز فني اداري طبي لعيبه اداره، الاداره دايما في ظهر الجهاز الفني في كل مكان. فالموضوع مش سهل زي ما الناس متخيله، لا الموضوع صعب جدا، ضغط عصبي ونفسي وذهني. ايه اكتر حاجات بتشيلوا همها كلعيبه كفريق يعني انتوا بتهالي برضو ما كانش في سوشيال ميديا قوي خالص، ما كانش في سوشيال ميديا. كان قناه النادي الاهلي كانت لسه 2007 تقريبا او 2008 كانت لسه بتبتدي. لا مواقف كتير، مواقف كتير. السفر بالذات كان بيبقى متعب، بالذات كمان اللعيبه الدوليه. يعني انت شفت النادي الاهلي دلوقتي اللعيبه تقريبا في 8 لعيبه استنوا في المغرب، 9 لعيبه. ايام بقى ابو تريكه وبركات والناس دي كان والله العظيم يا ابو حميد كان بيحطوا الشنطه في النادي بتاعتهم، كان يجوا من الطياره اول مصحف زي ما بقول لك كده. انا كنت فاكر الايام دي ابو تريكه وبركات والناس دي كان بيحطوا الشنطه، ما كانوش بيروحوا البيت. وكان يعني بيجيبوا الاسر بتاعتهم في النادي بيشوفوهم يسلموا عليهم، والله العظيم زي ما بقول لك كده، ويسافروا تاني يروحوا المنتخب لمده مثلا شهر او شهر ونص كل يوم على النظام ده. صحيح. بس 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 خد بالك برضو ان الجيل ده يحسب له حاجتين. يعني الجيل اللي انت لعبت فيه كنتوا طبعا، انا عارف انه في اكيد في جميع الاحوال احنا متفقين ان في تعب ومعاناه، ما فيش نجاح طبعا، وخصوصا على مستوى قاره افريقيا. تتكلم على قاره صعبه، يعني قاره صعبه من حيث الجو، قاره صعبه من حيث البنيه التحتيه والملاعب، قارة صعبة من حيث الإقامة، قارة صعبة من حيث ساعات السفر. بالظبط. عكس من أوروبا، يعني أنت أوروبا عشان تروح من دولة لدولة يعني منتهى السهولة، منتهى السهولة، وفي رفاهية وفي إمكانيات مادية كبيرة جدا. فقارة أفريقيا متعبة، لكن برضو أنتوا كنتوا بتلعبوا وفي جمهور في المدرجات، أنتوا كنتوا بتلعبوا وأنتوا ما بتلعبوش كل سنة الكم الكبير جدا من الماتشات ده. يعني الجيل ده الحقيقه كنت بتاخده بريك بين السيزون والسيزون بشكل طبيعي جدا. الجيل ده بقى له 4 سنين ما بيونش، يعني منتخب مصر، بطوله افريقيا، بطوله عربيه، كاس عالم، دوري ابطال، دوري محلي، كاس وكاس، احنا بنلعب في كل موسم كاسين، كاس قديم وكاس جديد. فطبعا الجيل ده اعتقد يعني ليه كريدت زياده شويه. اكيد يعني من حيث المشقه اللي بيواجهوها في تحقيق الالقاب يعني. اكيد. بس النهارده الناس ما بتبقاش حاسه بالحاجات دي يا احمد. يعني الناس ما بتبقاش حاسه بالتعب والارهاق اللي اللعيبه بتمر بيه، ان هم بيقعدوا فتره كبيره ما بيشوفوش اهاليهم ولا اولادهم ولا الكلام ده. لكن هي دي سنه الحياه، ده شغلك. يعني ده اكل عيشك زي ما بنقول، ان انت لعيب كوره. لعيبه اوروبا بتبقى نفس الكلام على فكره، محمد صلاح برده تقريبا
ما بيشوفش ولاده الا لما طبعا عشان ولاده قاعدين هناك، فما بيشوفش اسرته عامه الا كل فين وفين في اجازه اخر السيزون. فالحاجات دي بتاع حاجه بتاعت ربنا ضريبة وربنا يعني. بضريبه بالظبط طبعا. لكن انا عايز اقول ان البطوله يا جماعه بالذات افريقيا زي ما احمد قال ان البطوله دي مش سهله خالص، ولا وفيها تعب كبير جدا 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 من سفريات، من مباريات، من ماتشات بتبقى ساعات احيانا بتبقى العصر في الماتشات دي. في افريقيا الموضوع بيبقى صعب جدا، بتلعب في اماكن فيها رطوبه عاليه، فالحاجات دي المواقف دي كلها لعيب الكوره بيمر بيها بالذات في افريقيا. لكن الماتشات هنا دلوقتي الماتشات بتبقى بالليل كلها، معظم الماتشات بتبقى بالليل. فعايزين نقول بس ان البطوله دي مش سهله، بطوله صعبه جدا جدا جدا، وان هي تبقى موجوده في وسطنا هنا دي حاجه كبيره، ولازم جمهور الاهلي يفتخر بيها يعني. هو الاهلي يكفي دعم جمهوره، انا ما عنديش شك في ده، لكن هل شفت انه كنادي هو اللي موجود على الساحه في افريقيا؟ يعني هو النادي المصري الوحيد اللي بيحقق انجازات، بيحقق بطولات، بيحقق القاب عالميا افريقيا. هل شفت انه يعني كان في دعم مناسب لانه رايح يلعب نهائي خارج ارضه في كازابلانكا في مواجهه الوداد، واحد من اكبر انديه القاره؟ اعتقد ان العدد ما كانش كافي يعني العدد بتاع جمهور النادي الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي في كل مكان على فكره. لما كان قبل السفر حتى يعني قبل السفر شفت انه الاجواء في مصر هنا مشجعه داعمه، ولا شفت انه عشان النتيجه قصدك؟ اه يعني فعلا ان الناس كان عندها، احنا قلنا عند الناس كان عندها شويه احباط، حتى شفنا اللعيبه وصل يعني شفنا كام صوره لعلي معلول وهو في التمرين بعد الماتش على طول اللي كان هنا في القاهره، وهو موطي كده، فهو كان حاسس بالذنب شويه، لكن هو كان يعني مش عايز اقول متسبب في الهدف، لان ده بتحصل في الكوره وده وارد انه يحصل في الكوره حاجه زي دي. بعض اللعيبه وصل لها حاله يعني خوف شويه، ان الجون ده ما كانش ليه لازمه ان هو يجي. انت شفت اللقطات بتاعت، لو تجيبوا لنا اللقطات اللي في الملعب بعد انتهاء قبل التتويج، لقطه هاني ولقطه معلول. ومعلول انت شفت المنام. شفت كانوا يعني متأثرين. لا ده عياط بكا يعني في لحظه يعني انا قمه التناقض بواحد مفترض انه يبقى في منتهى السعاده انه البطوله خلصت وانه حقق الهدف وانه حقق انجاز كبير جدا ليه والنادي، مفترض يبقى في منتهى السعاده في انفجار في البكا، وده مش دموع الفرح زي ما احنا بنقول عليها يعني. ده معلول طبعا بعد الماتش ما خلص على طول. هاني كان نفس القصه كده والحكايه، مش مفيش فرحه يعني، الملامح دي تبقى على وجه لاعب خسر البطوله فعلا. الناس بتحاول تطبطب عليه. محمد هاني نفس القصه، ومهما اقول لك على لعيب، ده لعيب خسران البطوله مش كسبانها. ما هو ده يعني ثمار التعب اللي هو كان حصل في خلال مشوار البطوله. لا اللعيبه دي اتحملت ضغط هاني فوق طاقتها طبعا طبعا، مفيش شك طبعا. وزي ما قلت لك ان الناس كلها كانت بتشكك ان النادي الاهلي ياخد البطوله، النادي الاهلي من يعني خلاص كان خارج من البطوله، وصل نهائي وخد النهائي، فدي انا شايف ان دي معجزه يعني، دي معجزه والله العظيم. ما فيش نادي في العالم يقدر يعمل الكامباك اللي النادي الاهلي عمله ده، حاجه يعني النادي الاهلي لازم يفتخر بيها. كامباك في البطوله كلها، والكامباك في المباراه النهائيه برضه بالظبط. فدي يعني حاجه في شخصيه، في حاجات كتير لو فضلنا نتكلم منها لبكره، في حاجات كتير مش هتلاقيها الا موجوده الا في لعيبه النادي الاهلي. وزي ما انت قلت المنظر بتاع لعيبه النادي الاهلي ده، اللعيب انت مهما تتكلم عليه برضو احساس اللاعب في الملعب حاجه تانية، حاجه تانية خالص خالص. اكيد شال حمل كبير من عليه. انت لسه صغير يعني شكلي بس لا يعني حضرت كم نهائي بطوله، او يعني شفت انت، سيبك من اللي شفتهم على اليوتيوب او شفتهم في التلفزيون من الماتشات القديمه، انت عشت من اول ما ابتديت تحب كوره وتستوعب كوره وتلعب كوره، عشت كم نهائي لعبه الاهلي في دوري الابطال؟ لا كتير. اول حاجه يعني تفتكرها مثلا، اول حاجه شفتها؟ اول حاجه كان ماتش الصفاقسي. 2006 2006 من 2006 من وقتها بقى، او من 2006 لغايه 2023 اصعب بطوله واغلى لقب بالنسبه لهاني العجيزي. بص هما ثلاث بطولات بتاعت طبعا الصفاقسي، مفيش شك. تاني حاجه بطوله ماتش الزمالك، يعني دي برضو دي انا عايز اقول لك حاجه، ان انا يعني دمعت شويه يعني بعد الماتش، لان الماتش كان شبه مستحيل برضو. نادي الزمالك كان عامل جيم كويس مع النادي الاهلي في اليوم ده، والنادي الاهلي خد الماتش برضو بصعوبه، فدي حلاوته يعني حلاوه البطوله، وخدتها من المنافس التقليدي بتاعك، فدي حاجه برضو كانت يعني حسيت بيها اكتر شويه. والبطوله بتاعت الثلاث بطولات دول الثلاثه في نفس
في نفس المكانه نفس الغلاوه على هاني؟ لا ولا بالنسبه لي ماتش الزمالك. ماتش الزمالك هو الزمالك. طب في المشوار بتاع البطوله دي احلى ماتش لعبه النادي الاهلي؟ احلى ماتش لعبه النادي الاهلي، النادي الاهلي ماتش الهلال، ماتش الهلال هنا 3 اللي كان هنا والاتحاد المنستيري هناك برضو عمل ماتش كويس. هناك انا عايز بس اشيد بعد منعم يعني. لا ده احنا جايين على اسماء بقى، انا هسيبك تشيد براحتك. وبعدين منعم هسالك عليه لانك انت راس حربه. لا انا جربته على فكره، يعني انا جربته في سموحه. يعني في موقف حصل في موقف حصل معايا عايز احكيه لك. قول لي. عبد القادر وعبد المنعم وعطر الطاهر بتهيألي كان برضه وعطر كان معانا. كان معاك برضه؟ كان معانا. التلاته كانوا معانا في نفس الفرقه، وكنا عاملين سيزون كويس ومع كابتن احمد سامي، وفي حاجه حصلت كده مع الاثنين دول، مع عبد المنعم وعبد القادر. يعني محدش يعرفها الا لسه كنت بتكلم مع عبد القادر من فتره وفكرني بيها. فاكر لما المنتخب الاولمبي كان عنده بطوله اولمبياد تقريبا، وكابتن شوقي غريب ما خدش الاثنين، طوكيو ما خدش الاثنين، ما خدش منعم ولا خد منعم ولا خد عبد القادر. مش عايز اقول لك الحاله النفسيه بتاعتهم كانت عامله ازاي. وانا الحمد لله يعني مع كابتن احمد سامي كنت بلم الشويه على قد ما اقدر مع اللعيبه، لان كنت قريب منهم شويه وكان في لينك بينه وبينهم. فكان في تمرينه كده متنشنين وعارف اللي هو ايه، مش عايزين يتمرنوا، لكن باين عليهم ان هم متعصبين جدا وزعلانين جدا. وكابتن احمد سامي قاعد معاهم على فكره واتكلم معاهم. فانا جيت الاثنين اللي جبتهم. كان في ترشيح كان في كلام لكن ما تمش اختيارهم ولا لا؟ الكابتن شاوي خد ناس بدلهم. يعني خد ناس مكانهم، بس مش فاكر مين اللي كان موجود في الساحه ايامها. تمام. اليوم ده جيت اتكلمت معاهم وما كلمهمش، يعني ما حصلش تواصل مع الجهاز الفني، قال لهم مثلا انتوا مش معايا دلوقتي لكن في الحسابات، يعني ما حصلتش القصه كده. هم ممكن يكونوا سالوا عليهم. تمام. لكن خلي بالك برضو عبد القادر وعبد المنعم كانوا لسه بيطلعين، يعني كان لسه يعني ما بقوش خبرات زي دلوقتي، فده وارد وده طبيعي ان ممكن يحصل كده. اي مدير فني ممكن يخونه مثلا اختياراته او حاجه. لكن انا اتكلمت معاهم، جبتهم الاثنين واتكلمت معاهم وقلت لهم انتوا سنتين بالظبط هتلعبوا منتخب مصر الاول، والله العظيم كده يا ابو حميد اقسم بالله، وعبد القادر موجود وعبد المنعم موجود، اسالهم. قالوا لي ان شاء الله، وعارف اللي هو بقى يزعل. قلت لهم مش بهزر. هم خدوها انك انت يعني بتطيب خاطرهم بالظبط. طبطب عليهم اقسم بالله. انا بتكلم بجد، انتوا الاثنين هتبقوا في منتخب مصر الاول بعد سنتين بالكتير كمان. وسبحان الله، يعني عبد المنعم دلوقتي ما شاء الله عامل ازاي، وعبد القادر دلوقتي حاجه تفهمك. على فكره ما كانش فيه كلام ان هم النادي الاهلي عايز يرجعهم او حاجه والكلام ده خالص. كان انا يعني كمدرب برضو الواحد بيبقى الحمد لله عنده نظره كده في اللعيب، تعرف ازاي يعني هو هيتحمل الضغوطات وهيقدر يلعب للنادي الاهلي ولا لا، او ان هو خد بالك برضو ولاد النادي يعني من الاول ما يعني متاسسين وطالعين في بالزبط. الاهلي فعارفين التيشيرت دي عامله ازاي. ده حقيقه. فانا يعني شفت حاجه كويسه فيهم كده، فالحمد لله يعني ربنا كرمهم وبقى نجوم مصر دلوقتي. صحيح. بس منعم برضو يعني ب ب ب ب بلغه الهدافين بقى، انت يمكن تفهم مواليد منطقه الجزاء زي ما بيسموهم، اللي بيخلصوا من لمسه واحده. منعم عنده قدرات تهديفيه مؤثر جدا جدا، وعنده الشخصيه وبيطلع يكمل. يعني في مدافعين كتير صحيح بيلعبوا العاب هوا بشكل كويس، لكن منعم هو كان اساسا، تعرف المعلومه دي وعرفتها وانت بتسمع، ان هو كان اساسا بدايته كانت راس حربه. كانت بجد؟ ده حقيقي. منعم بدايته في الكوره كان راس حربه. شكله مش راس حربه خالص. لا بس هو ما شاء الله عنده حته الهيدرز دي هايله، بيتحرك بشكل نموذجي، التمركز بتاعه مع الحركه لا بيعملها نموذج. يعني ما بنشوفش ناس كثيره بتعمل التحرك ده، يعني راموس الوحيد اللي كان بيعمله باتقان. لا عبد المنعم كمان عنده تيك اوف بتاعه حاجه تفرح بصراحه. لا هو عنده ميزه وربط مع معلول برضو، يعني لازم معلول. تقول انه في تفاهم يعني، او في لغه مشتركه. حاجه طيب الثنائي ده جيلبرتو وفلافيو. والله العظيم احنا كنا بنقعد قاعدين في ماتشات احنا بنقول الاثنين بيعملوا سحر. والله العظيم من كتر بس اوقات بيبقى في دويتو يعني واضح بالزبط. وصريح. يعني ده حقيقه فعلا، بيبقوا متفقين مع بعض احيانا. تمام. اكيد بيتمرنوا عليها. ايوه. مش هتيجي من فراغ. وتو كهربا السنه دي في ماتشات كتيره جدا كنت بتحس انه ثنائي متفاهم جدا، عشان الاثنين لعيبه كوره، يعني الاثنين عندهم موهبه. فخلي بالك دي بتسهل كتير لما يكون انت لعيب موهوب وانا لعيب موهوب، فتلاقينا بنقرا افكار بعض بسهوله جدا، بنعرف التحرك ازاي من غير يعني ممكن العبك الكوره كده وانا مش شايفك وعارف ان انت هتروح في المكان ده. فالحاجات دي ما بتبقاش عند ناس كتيره. فاضل
ثلاث ألقاب والأهلي يبقى عمل سباعية السنة دي. احنا جبنا اتنين سوبر، يا سلام، وجبنا واحد كاس، وجبنا واحد دوري أبطال، فاضل عندنا دوري محلي، فاضل عندنا كاس مصر اللي هنبدأ مشوار. احنا ايه، حد يفكرني كده، ماتشنا مع ايه؟ منتخب السويس تقريبا، دول 32 منتخب السويس بالظبط كده. وعندنا طبعا ماتشات الدوري، الاهلي يرجع من راحه يوم الاحد، هيبقى عنده اول ماتش حرس الحدود في بطوله الدوري. شايف الموسم ازاي؟ وشايف فرص الاهلي والكلام اللي هيتقال في اوضه اللبس بعد ما يرجع مستر كولر من سويسرا وهو في اجازه، عشان انت محقق اهم واصعب لقب وبطوله، بس جماهير الاهلي بالتاكيد مش عايزه الموسم ده نفوت ولا لقب. انا قلت لك في اول كلامي النادي الاهلي ايه، جمهور النادي الاهلي دايما طماع، يعني بلغه الكوره طماع، عايز الاحسن، عايز الافضل، عايز خد بطوله بيفكر في اللي بعدها ايه. على فكره انا اول تويته كتبتها عندي على السوشيال ميديا مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ال 12، يعني عارف الناس انت خلاص بقت عندك النهارده الناس بتسلم مبروك يا استاذ احمد ال 12 بقى امتى والله. يعني في ناس كمان دخلت كتبت لي كومنتات بتقول لي لسه عندنا كاس عالم الانديه. انا بقى نفسي في البطوله دي، دي واحدة من الحاجات اللي أنا عايز أتكلم معاك فيها. نفسي. أنت طبعًا تهاني الأندية العالمية، بايرن ميونخ، مان سيتي، أستون فيلا، سان داونز، محترمين جدًا بصراحة، يعني رغم إنه أنا حاسس قد إيه في مرارة، يعني كان هم الفريق المرشح بقوة لإنه يوصل المباراة النهائية. فالنسيا الأسباني، اتحاد جدة اللي هيستضيف بطولة كأس العالم، كله بيهنيك بما إنك أنت طبعًا بقيت نادي عالمي والناس كلها عارفة براند الأهلي، لكن أنت رايح لبطولة مختلفة شوية في كأس العالم اللي جاي. واحد طبعا وجود السيتي، السيتي في حالة يعني فنية عالية جدا، غير حتى في النسختين اللي كان فيهم تشيلسي أو بايرن ميونخ، السيتي في حتة تانية. وحتى اتحاد جدة اللي هيلعب البطولة على أرضه وفي وسط جماهيره، النهاردة بتتكلم على نجوم بحجم كريم بنزيما، والنهارده معايا خبر انه نجولو كانتي خلاص، يعني كان معانا كابتن محمد سويد طبعا كابتن السعوديه واتحاد جده السابق من حوالي اسبوع 10 ايام، وقال لي انه قصه نجولو كانتي في اللمسات الاخيره. النهارده تم الاعلان انه الصفقه خلاص، توقيع العقود يعني في خلال يمكن ساعات ان لم تكن دقائق قادمه. فبالتالي بتتكلم برضو عن تدعيمات صفوف ونجوم على اعلى مستوى. ظهور الاهلي فيها، وده سؤال عند جمهور النادي الاهلي من النهارده حتى قبل الموسم ما يخلص، ظهور الاهلي فيها محتاج ايه عشان تقدر تحقق انجاز جديد غير المركز الثالث؟ محتاج ان اللعيبه تصدق نفسها ان هي بتلعب مع فرق زي ريال مدريد، زي يعني زي مانشستر سيتي، مانشستر سيتي، زي بايرن، زي لسه مستنيين طبعا امريكا الجنوبيه. والله العظيم يا احمد الموضوع مش بعيد. ايوه انا اقسم بالله بقول لك الموضوع ما كانش بعيد في اللي فاتت، ما كانش بعيد في اللي فاتت. لكن انت على فكره، طب ماتش ريال مدريد لو جبت احصائيات المباراه انت مضيع حوالي 7-8 فرص مؤكدين. يعني لو انت لو عندك توفيق، نادي ريال مدريد جاب 4 اهداف وكان ممكن يجيب، لكن انت برضه وصلت كتير. ودي حاجه قليله لما بنشوفها، لما تلاقي فرقه بتلعب ريال مدريد ان انت توصل لمرماهم بالشكل ده وتضيع اهداف بالشكل ده. معظم الصعاب في اسبانيا، مش في مصر، سيبك من الاتقال في مصر، في اسبانيا كلهم الحقيقه شدوا بالمستوى بالظبط ظهر عليه النادي الاهلي في المباراه. فانت لو عندك توفيق، وفلامينجو انت كنت اقرب لل بالظبط، فانت بتوصل وانت عندك كواليتي لعيبه ان هي تقدر ان هي تنافس الناس دي. لكن هي الفكره كلها ان انت تصدق نفسك ان انت بتلعب قصاد ريال مدريد وبتلعب في بطوله كبيره، والنادي الاهلي نفسه ان هو ياخد البطوله دي، وانا حاسس ان هي قريبه. والله العظيم يا احمد انا بعد البطوله اللي فاتت اقسم بالله انا مش عايز اخد البطوله، انا عايز العب النهائي بس. يعني هتلعب النهائي وان شاء الله لما نوصل النهائي يبقى يحلها حلال، بس يعني نوصل المباراه النهائيه. مش بعيده والله العظيم، والله العظيم ما بعيده، والله ما بعيده. وهفكرك ان شاء الله في يوم من الايام ان النادي الاهلي هياخد البطوله دي وقت ما. طب ايه اللي محتاجه مارسيل كولر في اللي جاي عشان يبقى جاهز لبطولتين بحجم السوبر ليج، ويعني انا هقول انه سوبر افريقيا، احنا هنلعب طبعا اتحاد العاصمه الجزائري غالبا في نص الاول من اغسطس، لسه ما تحددش مكان المباراه. لو ما كانش في جده، يعني في كلام انه في جده، كلام نهائي انه هيتلعب في جده ولا لسه؟ لسه يعني، بس احتمال كبير يكون في جده. ان لم يكن في جده فاعتقد انه بطل دوري الابطال هو اللي بيستضيف بطل الكونفدراليه. لكن في النهايه سيبك من كاس سوبر افريقيا وسيبك من الدوري والكاس المصري، لانه ان شاء الله باذن الله نقدر، ان شاء الله نقدر نحسمه. لكن لو بتتكلم على انك تحقق سوبر ليج افريقيا، لو بتتكلم على انك انت تحقق انجاز جديد في كاس عالم انديه،
ايه اللي محتاجينه من مستر كولر وايه اللي مستر كولر ممكن يكون محتاجه من النادي الاهلي؟ احتياجاتك كلعيبه كتدعيمات يعني؟ كل حاجه بقى، محتاج سيزن يخلص بدري، محتاج اوراق في الملعب يعني مراكز معينه في الملعب، محتاج تريح لعيبه بدري، يعني انت بتخطط من هنا ل يعني تقدر تقول بدايات موسم جديد، لانه سواء سوبر ليج او كاس عالم اكيد طبعا في الموسم اللي جاي، بس هيبقوا بدري بدري. فايه اللي محتاجه مستر كولر؟ بص يا احمد، هو كل مرحله طبعا وليها شغل معين وليها تكتيك معين وليها ناس معينه تقدر تقوم بالمهام اللي هو الراجل محتاجها. يعني انت عندك الدوري الفتره اللي جايه هتلعب دوري، انت انا شايف انه يعني بنسبه 90% مش عايز اقول خلاص، لكن بنسبه 90% ان النادي الاهلي خلاص خد حسم اللقب ان شاء الله باذن الله. يعني عندك ان انت ممكن تجرب اللعيبه، تشوف اللعيبه اللي انت ما بتلعبش كتير تقدر تقيمها بشكل كويس، التدعيمات اللي انت محتاجها تقدر من دلوقتي تتكلم عليها. النادي الاهلي محتاج سترايكر قوي، دي ما فيش فيها خلاف، يعني الناس كلها بتتكلم في نفس الموضوع ده، ويا ريت يكون افريقي، لان النادي الاهلي المكان ده في مشكله في مصر في المكان ده في المركز ده. اعتقد النادي الاهلي محتاج سترايكر قوي، ويكون صفقه قويه يقدر النادي الاهلي يستفاد بيها في البطولات اللي جايه، لان انت داخل على بطولات قويه، انت خلاص خلصت من البطوله الاهم اللي هي بطوله افريقيا، داخل على بطولات مهمه. كاس عالم الانديه هتحتاج سترايكر، السنه اللي فاتت عانينا من القصه دي أي. بعدم شريف موجود وكل حاجه وبيأدي بشكل كويس، لكن كان عنده سوء توفيق في بعض المباريات وفي بعض المواقف. اعتقد ان انت لو معاك سترايكر قوي ويكون كلاس ايه هيفرق معاك بشكل كبير جدا في بطوله زي دي. يعني ايه كلاس ايه؟ كلاس ايه يعني مقومات يعني مختلفة. ليفاندوفسكي وبنزيما ولا يعني موليكا ولا يعني فيليب كراسو ولا يعني من الدوري المصري انت اختار بقى اسماء عايزين واحد زي فلافيو يعملوا لنا نسخة جديدة من فلافيو يبقى حاجة تفرح يعني. لا الدوري المصري صعب، الدوري المصري مفيش فيه حد. ايوه انا مش شايف ان الدوري المصري حد يقدر يستحمل الضغوطات. هو مركز المهاجم بقى صداع في الكورة في مصر بالظبط، منتخب مصر كمان يعني انت بتتكلم في منتخب مصر الموضوع بقى صعب. انت النادي الاهلي عندك شريف وكهربا، كهربا اصلا وينجر مش سترايكر، وبالتالي بيقوم بالمهام بشكل كويس وادى المطلوب منه في الفتره اللي هو رجع فيها، ودي حاجه طبعا تشيد. متوقع على المستوى ده من كهربا؟ خالص محدش كان متوقع خالص. انا اتفاجئت بصراحه بمستواه. رهان من مستر كولر وكسب رهان طبعا، يعني اعتقد انه بأرقام كهربا بمقدمات الفترة والمعاناة اللي عاشها ما كانش حد الحقيقة يراهن أبدا، أو رهان جريء الحقيقة، وبشخصية كهربا كمان. ده اللي دي مفاجأة ان هو يقدر ان هو يرجع بالشكل ده وبالأرقام الحلوة بتاعته دي بصراحة. ف نفسي يستمر. انا بنصحه ان انت كهربا خلاص وصلت المرحلة يستمر، يعني يستمر في أدائه. يعني لا خليني اقول لك حاجة تانية، لو 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 الاهلي نجح في التعاقد مع راس حربه زي ما انت بتقول صريح تمام ستايل بولي سامبو بتاع الوداد، مش ده الموديل اللي انت بتفكر فيه؟ ده المواصفات اللي ده. لو الاهلي عمل صفقه من النوع ده، هل تنصح كهربا انه يكمل او ينافس في مركز راس حربه، ولا الافضل من وجهه نظرك انه يرجع لمكانه الطبيعي كجناح؟ ده يرجع مكانه جناح، يرجع مكانه، شايف انه يبقى فعال اكتر كجناح. كهربا كوينجر بيبقى جاي بوشه كمان. خلي بالك في مشكله ما حدش واخد باله منها يا احمد، انت لما كنت بتلعب، انا لعبتها كذا مره يعني، لعبت وينج ولعبت فرويد في اوقات كتيره في سنين كتيره. انا بالنسبه لي لما اجي بوشي للمرمى اسهل بكتير غير لما يكون استلم الكره وظهري للجول. دي 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 مشكله كبيره مش اي حد بيعملها يعني. رقم 9 دي مش اي حد بيعملها. لا وبتستلم بظهرك للجون وبيبقى عليك ضغط بالظبط، يعني عنيف يعني، الموضوع بيبقى صعب. محتاج حد بيقدر يستحوذ كويس، يكون جسمانه كويس، يكون هيدرز كويس، محتاج حيطه يعني. بالظبط. فالموضوع فعلا بيبقى مختلف بشكل كبير، عكس لما تكون انت لعيب مهاري وفي نفس الوقت انت مهارتك مش عارف تستغلها. يعني انت هتضطر لسه هتاخد وقت على ما تلف، وهتلاقي الراجل السردباك في وشك، هتعدي منه، هتلاقي واحد تاني. فالموضوع يبقى صعب، عكس لما تكون انت بتلعب على اللاين تمام، ومعاك باك مثلا باك بتاع الباك رايت بتاع الفرقه الثانيه او حاجه، بيبقى عندك ميزه السرعه، واخد سرعتك جاي بوشك
غير انك انت لسه هتبتدي تلف وتبتدي تحاول تاخد سرعه ويعني لعبت كره بجد. وبعدين الترقيص وانت بسرعتك اسهل بكتير طبعًا من الترقيص بالثبات يعني. شوف فينيسيوس بيعمل هو جاي بسرعته بوشه بيبقى عامل ازاي. قطر قطر طبعا. وكهربا كمان عنده الميزه دي. كهربا عنده الميزه ان هو بيعرف يعدي وفي نفس الوقت سريع وفي نفس الوقت بيفنش كويس. انت ما شفتنيش وانا بلعب كوره؟ انا لسه بسالك. انت ما شاء الله عليك. لا احساس الملعب موجود طبعا. تلعب معانا المره الجايه بقى اكيد. ما انا جيت مره بس انا بلعب راس حربه يعني. مش مشكله العب انا وينج. طب نرجع لمستر كولر مره ثانيه. نجاح مستر كولر مش بس في الالقاب يعني. لما بتسال جمهور النادي الاهلي هاني الناس مبسوطه من كولر عشان كمان واحد انه موصل للناس انه فاهم كويس قوي شخصيه الاهلي اللي هم عايزين يشوفوها في الملعب يعني. انا اغلب الناس لما يعني اغلب الاهلاويه بيبقوا مش بس عايزين مكسب، عايزين مكسب وعايزين اداء ممتع، عايزين يتفرجوا على كوره ممتعه. مستر موسيماني كان ناجح جدا جدا في الارقام وفي تحقيق المكسب، بيلعب ماتشات كبيره جدا صعبه بس بيقدم فيها مثلا اداء دفاعي، استحواذ مش ايجابي، يمكن دي كانت نقطه تحفظ مثلا جماهير الاهلي على فتره مستر موسيماني، على الرغم من القاب الراجل يعني تقريبا داخل او مقرب جدا من حد زي جوزيه، تيجي تتكلم عليه كتاريخ واحد من انجح المدربين اشتغلوا في مصر، واحد من انجح المدربين اشتغلوا في نادي الاهلي. لكن كولر طور بشكل سريع اداء النادي الاهلي، الناس بقت مبسوطه من كوره النادي الاهلي. شايف اهم البصمات او اهم الحاجات اللي اتغيرت في فلسفه الناحيه الفنيه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي مع مستر مارسيل كولر؟ والله يعني هي مدارس. بص يا احمد، هي مدارس يعني. مستر موسيماني انت بتقول خد القاب وكل حاجه، لكن الاداء ما كانش مقنع بشكل 100%، وكلنا كنا بنتكلم في قناه النادي الاهلي هنا، والراي العام عامه كان كله بيتكلم في القصه دي. لكن زي ما انت قلت، مستر كولر لما جه كان عنده برده شويه تحفظات، بدا يطور من نفسه. ما انت مدرب محتاج منك ان انت التطوير دايما على حسب الكواليتي اللي معاك عامل ازاي. انت مش بتيجي عايز العجينه مثلا يا احمد بتبقى ايه جاهزه معاك، انت بتحطها في الفرن وخلاص. لا أي. انت لسه بتشكلها وتشوف هتقدر تتناسب معاك ولا لا، وتقرا امكانياتها في الاول كمان. بالظبط، امكانياتها طبعا، وممكن تقرا في لعيب امكانيات ما كانش حد شايف شايفها فيه قبل كده. بالظبط، فده اللي احنا بنتكلم فيه يعني. زي كهربا دلوقتي، ما هو بيلعب مثلا فيرويد دلوقتي ومكسر ارقام كتير جدا. أي. فدي حاجه تحسب برده لمستر كولر. مروان عطيه، الراجل جه وبيلعب وخد بطولات مع النادي الاهلي في خلال سنه او اقل من سنه. بس المدرب بيفرق قوي كده هاني يعني. طبعا انت عملت الاثنين، انت كنت لعيب واكيد اتمرنت مع مدربين كتير، وكنت مدرب او يعني دلوقتي مدرب، وبتقدر تفهم او تقرا الخامه او القماشه اللي موجوده في ايدك. المدرب يفرق قوي كده في انه ينقل في سيزون واحد، مش لاعب ولا اثنين، تتكلم على خمس ست اسماء لقيت فيهم طفره في مستواه مره واحده. بيرسي تاو السنه دي غير بيرسي تاو السنه اللي فاتت. حسين طول عمره لعيب كبير، لكن السنه دي احنا حاسين بحسين قد ايه هو مهم، فعال، مؤثر. هاني نفس الحكايه، كهربا بعد رجوعه. فبتفرق قد كده فكره المدرب لما يبقى يعني قادر يقيم او قادر يبص بعينيه على الخامه اللي موجوده معاه. دي حاجه على فكره موهبه. دي موهبه. طبعا دي ملهاش بقى علاقه بالخبره والممارسه. لا 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 لا. والتعليم وكده. موهبه. وازاي ان انت زي ما انت بتقول احمد ان انت معاك لعيبه وتطلع احسن ما فيها. دي مش سهله خالص عشان تبقى فاهم، مش سهله خالص. لو انت شايف تبقى في مدربين بيبقوا شايفين مثلا، بيجي تلاقي مثلا مستر موسيماني مقعد واحد ما بيلعبوش مثلا، انت بتيجي تمرنه في خلال مثلا شهر، لا بتلاقي في حاجه كويسه هتتناسب مع الشغل بتاعك، مع التكتيك بتاعك، مع طريقه لعبك ولا لا. يعني انت بتبقى شايف حاجه مش حد شايفها، فانت ازاي بتطور من ادائه وتوصله لمرحله ان هو بيلعب خلاص وحافظ مركزه وحافظ كل حاجه وبتديله ثقه. وطبعا العامل النفسي كمان مهم جدا في الموضوع ده. انت تتعامل نفسيا مع اللعيبه، انت بتتعامل برضه. بيقولوا ان اللعيب المصري ليه تركيبه يعني. يعني في كتير يقول لك انه اللاعب المصري مزاجنج يعني شوي. وبتاع حد لازم يحتويه يعني. ما ينفعش يبقى فكره انه العلاقه تبقى رسميه بيني وبينك، او انه يبقى اوامر يجب تنفيذ. في حته كده احتواء زي ما بيقولوا عليها، بس مش الاحتواء بتاع التحكيم، احتواء اللي هو من النوع الثاني، عارف، انه تعرف يبقى في بوند، يبقى في رابط كده بينك وبين 90% من لعيبه الدوري المصري كده. لازم تتعامل معاهم نفسيا كويس. لو ما تعاملتش معاه نفسيا كويس مش هتاخد منه حاجه. غير لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي شويه
خلاص، لان انت عارف بتلعب في نادي عنده قوانين، لو غلطت هتتحاسب، لو غلطت اكتر هتلاقيك مش موجود، فالموضوع بيتدخل في مستقبلك، فانت بتبقى عارف ان انت في مكان كانك في شغل بالظبط، قصرت في شغلك مش هتبقى موجود، هتلاقي في البديل والبديل زيك بالظبط، فانت الموضوع في ايدك انت، انت ازاي ان انت تقدر تستغل المكان اللي انت فيه. حته العمل النفسي مع لعيبه النادي الاهلي مش صعبه، لان زي ما قلت لك انت جاي وعارف انت فين، وعارف انت بتتعامل مع مين، وعارف انت بتتعامل مع اداره ما بتهزرش، جايه تاخد بطوله، جايه تاخد بطولات، مش جايه تهزر ان هي عايزه مركز تاني ولا مركز تالت، لا مفيش الكلام ده. فانت جاي عارف ان انت رايح فين، فبالتالي لازم تجهز نفسك، هتقابل حاجات ما شفتهاش قبل كده، الناس كلها بتتكلم معايا بتقول ان انت بتتكلم على مش عارف على نادي ايه ونادي ايه ونادي، قلت لهم يا جماعه انا اللي انا شفته بقوله. شفت في النادي الاهلي حاجات مش موجوده في اي نادي، في اي نادي في مصر، ودي مش حاجه بتقلل من النوادي، لا دي حاجه المفروض ان الناس كلها تتعلم من النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه نظام 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 فوق اي شيء، فده اللي منجح النادي الاهلي، اجتهاد غير طبيعي من عم حارس لحد كابتن محمود الخطيب. التعب في الشغل والاجتهاد يا احمد ما بيروحش على كل المستويات بالظبط في كل حاجه. احنا انا اقول لك على حاجه، لما موقف قبل كده حصل مع مستر مانو جوزيه، كان عندنا حاجه حصلت في اوضه اللبس، مش هقول تفاصيل، حد اثر في شغله، والراجل ده بقاله دخل مثلا في 12 سنه 13 سنه اثر في شغله، تاني يوم بنسال مشي. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت النادي الاهلي فوق اي حد، مش فوق اي حد بقوه او عافيه او الكلام ده، لا بالنظام. ايوه فالنظام موجود، طول ما النظام السيستم بتاع الاداره بتاعك في نظام، هتلاقيك بالتالي الناتج بتاعك مبهر في الشغل، في مش في الكوره بس، في اي حاجه. اللعيبه اللي بتشوف الاهلي كل سنه، سيبك من بياخد بطوله افريقيا، انت واصل في اخر 7 سنين 6 نهائي، يعني فكره انه النادي ده ما دام بتلعب معاه معناه انك قريب جدا من انك انت تشيل الكاس دي. وفكره انه النادي ده كل سنه بيروح يلعب في كاس العالم، مره مع تشيلسي، مره مع بايرن، مره مع ريال، يعني فكره انك تروح لمستوى منافسه، مباريات رسميه مع بالميراس البرازيلي، لا ونكسب مع مونتري المكسيكي، ونكسب مع الهلال مع الدحيق، يعني فكره انك انت تحقق لنفسك او تكتب لنفسك سي في، يبقى لازم النادي الاهلي. ده يخليني اسال لعيبه مصر اللي بتلعب كوره النهارده، هل بتحلم انها تنضم النادي الاهلي؟ لما اجي اكلمك على الاسماء اللي منوره من وجهه نظر هاني العجيزي مثلا في الدوري المصري، بتحلم باللعب النادي الاهلي؟ هقول لك مصر فيها 1000 لعيب او 100 لعيب، كم منهم بيحلموا بالانضمام للنادي الاهلي؟ عايز الصراحه الماده دلوقتي اللي بتحكم، الماده اللي بتحكم حتى انا بقى عشت جوه المطبخ، انا بقول لك عارف بقول لك ايه، بس كل اللي دوروا على الماده بيتهيألي برضو كان في احساس بالمراره والندم. طبعا طبعا الماده دي فتره قصيره وشكرا وخلاص. لكن انت لو بتدور على بطولات وبتدور على انجاز، النادي الاهلي مفيش شك النادي الاهلي لو انت عايز تعمل تاريخ لاسمك. طب خليني اسالك السؤال بشكل تاني هنا. ماشي عموما يعني انا مش عايز تخيلك او تصورك، عموما يعني عقليه الاغلبيه من لعيبه الكره في مصر بتدور اكتر على الفلوس وفكره تامين المستقبل، ولا بتدور اكتر على فكره الـ الـ الانجاز التاريخ الاسم اللي يعيش سنين كتير؟ يعني ايه اللي بيشد لعيبه مصر اكتر او عقليه اللاعب المصري اكتر حاليا؟ الفلوس. الفلوس طبعا طبعا بشكل كبير جدا كمان. بجد الموضوع بقى اوفر، الموضوع بقى اوفر. طب ما هو ده معناه انه احنا لعيبتنا مش هتحقق حاجه، يعني اذا كان الفلوس دي اللي بتتاخد في مصر بقت النهارده اكتر من الدوري البلجيكي واكتر من الدوري دي المشكله، وده اكتر من الدوري الايطالي. ما ده اللي انا مستغربه. يعني انت يعني ما هو قتل الطموح كده، ما فيش طموح، وبالتالي المنتخب احمد بيتاثر باللي بيحصل ده. ايوه يعني انا شايف ان موضوع الماده بقى حاجه مهمه. طب قبل ما اجي المنتخب، انت احنا عندنا ماتش بكره مهم مع غينيا هاجي لك فيه، بس خليني اسالك سؤال تاني، مين اللعيبه اللي نورت قوي في الدوري من وجهه نظر هاني العجيزي السنه دي؟ السنه دي؟ غير لعيبه النادي الاهلي وغير لعيبه نادي الزمالك. انا شايف ان بوبو محمد رضا بوبو لعيب هايل، انا شفته في الملعب كمان، لا
لعيب اتمنى ان النادي الاهلي يخلص فيه بصراحه، لعيب كويس قوي قوي قوي، والنادي الاهلي محتاج واحد زي ده بيلعب ستة وبيلعب تمانية وبيعرف يجيب جول، ف يعني كمان اداؤه في الملعب ما شاء الله عليه، بيتحرك في كل مكان، كورته حلوه، لا عجبني اداؤه بشكل كبير. وكمان عمر كمال، عمر كمال عبد الواحد بيقدم بشكل كويس برضو. في لعيبه تاني، في حسام حسن طبعا لما راح سموحه السترايكر، بس طبعا ربنا يشفيه، عنده اصابه بقاله 3 ماتشات 4 ماتشات ما بيلعبش. انا شايف ان حسام يعني من اللعيبه الكويسه القليله في مصر، لكن حسام قابله سوء توفيق في النادي الاهلي، ان هو ما قدرش يتاقلم مع فرقه النادي الاهلي او مع اداره النادي الاهلي. كنت بتمنى له، لان حسام شخص يعني صديق شخصي ليا، بتمنى له ان هو يكمل، لكن بتمنى له التوفيق في اي مكان. وسموحه برضو بيته يعني هو الهداف التاريخي لنادي سموحه، فبتمنى له التوفيق، كان نفسي يكون موجود في النادي الاهلي ويكمل، لان زي ما قلت لك نوعيه حسام مهاجم النادي الاهلي انا بكلم دايما على الفرقه كلها بتتعرض لضغوط تمام، والجهاز الفني دايما بيتعرض لضغوط، لكن في اتنين الجمهور ما بيرحمهمش، ما بيرحمهمش حرفيا، حارس المرمى وراس الحرب، ده حقيقه، دول مفيش اي مساحه صبر يعني، ومفيش اي مساحه تهاون في اي غلطه. الغلطه فور على طول، اي حد تاني ممكن نسامحه صح، يعني اي حد بين الاثنين دول، بين راس الحربه وبين حارس المرمى، غلطاته هفواته تراجع مستواه يطلع فوق ينزل تحت، هتعدي في ضغط اه، بس يعني الدنيا هتمشي. لكن راس الحربه صح، وكم من روس حربه سألنا انا. لا لا يعني فعلا زي ما انت بتقول، حتى بس الموضوع ده احمد على فكره جديد يعني، الموضوع ده ما كانش على ايامنا. أي. على ايامنا انت لما كنت بتلعب كان بيبقى عندك مثلا فلافيو او متعب او اي حد بيلعب كان عنده رصيد عن النادي الاهلي، فهم عارفين ان انت بتعمل اللي عليك. انا ما فيش مشكله بالنسبه لي ان انت تعمل يعني ان انت تضيع، لكن اعمل اللي عليك في الملعب، واصل لك ان انت تبذل اقصى جهد عندك والتوفيق ده بتاع ربنا. بص انا هقول لك حاجه، انا بكلمك في ده وبيحصل انه على المستوى المحلي، يعني احنا لعيب بنلعب دوري وكنا بنلعب دوري ابطال افريقيا صح؟ افضل ارقام على المستوى الفردي هجوميا لعبنا النادي الاهلي. يعني اكثر صناعه فرص مؤكده، اكثر صناعه اهداف، اكثر تسجيل اهداف في افريقيا وفي الدوري المحلي اهلاويه. صح، ومتقسمه على فكره على في الخط الهجومي متقسمه عليهم، حسين الشحات، كهربا، كهربا شريف، والحقيقه كمان حتى يعني في لعيبه كتير يعني مسجل، يعني لعيبه من كل خطوط النادي الاهلي، حمدي فتحي، حمدي فتحي مسجل، محمد عبد المنعم مسجل، محمد عبد المنعم جاب 4 اهداف، علي معلول مسجل، يعني فبتتكلم على انه الفعاليه الهجوميه كفريق ككل كبيره جدا، لكن في النهايه لما تيجي تتكلم على راس الحربه تقول لك النهارده قبل ما تروح كاس عالم لو سالت 10 اهلاويه 9.5 منهم هيقولوا لك الاهلي عايز راس حرب. طيب تخيل بقى انت لو عندك راس حرب زي ما احنا بنتكلم كده بمواصفات مميزه. تخيل انت لما يكون عندك واحد بالمنظر ده او بالشكل ده ويقدر ان هو مثلا يجيب لك في السيزون مثلا في بطوله الدوري 20 هدف ولا حاجه، تخيل مع المجموعه مع الكواليتي مع المجموعه اللي موجوده المردود عامل ازاي؟ الموضوع هيبقى صعب توصل. لا انا بس كنت ده كان تعليقا على كلام حسام حسن ومن بعده يمكن الظروف مشابهه شويه مع شادي، رغم انه شادي برضه يعني تفائلنا جدا بوجوده لانه عنده الشخصيه وعنده الروح بتاعت الفانيله الحمراء، يعني حسينا انه شادي قريب من تركيبه لعيبه النادي الاهلي، وبرده فيري باد لك يعني السيزون ده يمكن ما خدش فرصه كامله. يعني بتحصل كتير، بتحصل كتير ان انت حته التاقلم دي في نادي كبير بتبقى صعبه شويه على لعيبه كتير. بس خد بالك انه فلافيو، يعني لو انا قارنت مثلا شادي سيزون عموما سيزون الاول ليه في النادي الاهلي ما كانش موفق صح؟ انت من شويه بتقول لي بقول لك تركيبه مين مواصفات مين؟ قلت لي فلافيو. فلافيو اول موسم ليه مع النادي الاهلي كان 1 من 10. هنرجع بقى للنقطه اللي احنا اتكلمنا فيها في اول الحلقه، ان المدير الفني شايف فيه ايه؟ يعني وصل لك احمد؟ انا شايف مستر مانويل اكيد كان شايف حاجه الناس مش شايفاها في فلافيو، وفعلا طلع عنده حق. يعني الراجل بعد اول سنه ضرب عمل بوم، خلاص بقى هداف النادي الاهلي لمده لسنين طويله، وهداف افريقيا، جاب لنا بطولات كتير. هي دي بقى الحاله بتاعت المدير الفني، انت ازاي بتبقى شايف عندك لعيب كويس بتقدر تطوره، بتقدر تطلعه من الحاله النفسيه، لان هو كان وصل لحاله نفسيه صعبه، ان جمهور النادي الاهلي كله كان بيقابله في الشارع، كان
يعني كان بيتكلم معاه باسلوب مش كويس، وهو اتكلم في الموضوع ده كتير. وعلى فكره عملت له مشكله في حياته عشان تبقى فاهم. انا يعني الفتره اللي احنا قعدنا مع فلافيو فيها ما كانش بيتكلم مع حد نهائي. يعني والله العظيم الوحيد اللي اتكلم معاه كان وائل جمعه، ما اعرفش ليه، بس ما كانش مع حد. والله العظيم، ولعيبه النادي الاهلي كلها موجوده. قعد فتره كبيره جمجمتين الجمجمتين جامدين ففهموا بعض او في لغه بينهم. لا لا، هو حس ان هو اتظلم، ان الناس جت عليه بشكل كبير، فبالتالي عملت له حاله نفسيه ان هو شغله بس. انا بنزل الملعب عايز ارد على الناس، ودي حاجه ايجابيه ودي حاجه كويسه. دي منتاليتي او عقليه تحترم يعني. دي حاجه كويسه طبعا. انا احب قوي اللي يرد عملي ده بالزبط. يعني ما يردش بالكلام او بالتصريحات. احب زي الاهلي كده ينتقدوه يرد عملي، يروح جاب مخطط الكاس وحطه جنبك، جاب بطوله افريقيا حطتها لي جنبي في الاستوديو، يقول لي ما تردش على حد اهو الرد موجود جنبك عملي. نروح لمنتخب شويه. منتخب يعني طبعا عنده مباراه مهمه بكره في ظروف صعبه، شبه الظروف اللي الاهلي خاض فيها كاس العالم، ولاعيبته كانت بتلعب مع منتخب مصر، منتخب بيحضر لمباراه مهمه ان شاء الله باذن الله. يعني اعتقد ان احنا ضامنين التاهل ولا ايه؟ صح ولا يعني اعتقد ان شاء الله يعني. حتى لو مع غينيا برضو بس في النهايه برضو لعيبه الاهلي 9 من لعيبه الاهلي موجودين في معسكر منتخب، لسه لاعبين ماتش صعب قوي وعاملين مجهود رهيب جدا، توقيت كمان. انا يعني مش عارف ازاي ممكن حد منهم يلعب بصراحه، يعني باستثناء عبد القادر يمكن يعني ما خد جزء من المباراه شايف ممكن، لكن الباقيين كلهم هل ممكن حد تعتقد ان النهارده بيقولوا منعم وياسر هم خط الدفاع في المباراه؟ اكيد الراجل هيلعب فول تيم، مش هيجازف بغض النظر عن النادي الاهلي لعب لسه لعب من 3 ايام او يومين. بس يعني عموما يعني شايف انه طبيعي في يعني تدريبيا هو الراجل حظه حلو، الراجل حظه حلو ان الماتش في المغرب. فدي غينيا خد بالك منتخب تقيل. طبعا ده غينيا فرقه جامده، دي تعبتنا جدا هنا في القاهره في استاد القاهره، فرقه كويسه طبعا. لكن انت يعني انا شايف ان انت الكواليتي الموجود بتاع المنتخب واللعيبه والخبرات اللي موجوده اعتقد ان هي تقدر ان هي تخلص المباراه باذن الله. يعني حته لعيبه النادي الاهلي تلعب او لا، انا مش شايف ان هي خلاص يعني موضوع 3 ايام كفايه قوي ان هم يعملوا ريكفري. انا شايف ان هو التمرين كمان خفيف جدا، مفيش 3 ايام يا هاني، يومين 48 ساعه عادي، ممكن يلعبوا عادي مفيش مشكله. لكن التمرين اكيد مفيش فيه حاجه، ممكن الناس اللي هي للعبه اكيد بتعمل لها وحدات معينه في التمرين بيعملوها ريكفري مثلا طول اليوم، استشفى، حاجات دي كلها اكيد لعيبه النادي الاهلي شغال عليها. يعني انا مش شايف حد من لعيبه النادي الاهلي ممكن يكونوا ما اتمرنوش اساسا، لكن فعلا ما فيش حد فيهم. صح، ما فيش حد. لعيبه مش موجوده، ده اللي انا بقوله. يمكن اكيد لقطات من تمرينة امبارح، النهارده التمرين حتى لو امبارح بعد المؤتمر، يعني حتى لو امبارح اكيد لعيبه النادي الاهلي مش هتتمرن، اكيد طبعا هتتمرنوا تاني يوم الماتش، اكيد بيعملوا ريكفري. وحتى لو النهارده برضو اكيد بيعملوا ريكفري برضو، ممكن يجروا شويه حاجه خفيفه حاجه لايت كده، لكن مش هيتمرنوا مع الفرقه خالص. وحته مشاركه ان هم يشاركوا او لا، انا شايف ان هي مفيش فيها مشكله خالص، ممكن يشاركوا. التدريب ده لا بيقولوا لي بلغوني التدريب ده من بدايه المعسكر في استاد القاهره هنا، مش اللي هنا موجود في المغرب. ده كان هنا، كانت لسه طبعا لعيبه الاهلي في المغرب ساعتها. انا شايف ان هي مفيش فيها مشكله احمد، يعني عادي ان هم ممكن يلعبوا عادي، وبعدين كمان الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه عاليه، فاعتقد ان هم وصلوا لمرحله كمان ان انت تقدر توزع مجهودك على المباراه. ايه رايك في الراجل؟ يعني فيتوريا بقالي سنين طويله جدا ما شفتش مدرب لمنتخب مصر حصل معاه حاله هدوء، مش هقول يعني حصل معاه في حاله هدوء، بيشتغل في هدوء كده. ده حقيقه. شايف لا شايف ان هو مركز وعامل اداء هايل، ولحد دلوقتي الماتشات كلها تقريبا اللعيبه كلها كسبها، ما فيش اي مباراه خساره، فاعتقد ان هو ماشي بخطه ثابته. وانا بيعجبني المدرب اللي بيشتغل في صمت، يعني من غير مشاكل، من غير تصريحات، من غير الكلام ده. هو كورته كمان مخليه الناس ساكته بالظبط، يعني فتره كله بقى، يعني سواء كان وطني او كان اجنبي، كابتن حسام بدري، كابتن ايهاب جلال، كابتن او مستر هكتور كوبر، مستر كارلوس كيروش، هتلاقي انه حملات الهجوم كانت دايما مستمره على كانت غريبه فعلا على المنتخب وعلى المدير الفني. زي ما انت قلت في حاله هدوء غريبه فعلا مع الراجل ده سبحان الله. فاعتقد ان هو ماشي بخطه ثابته، واعتقد ان هو ان شاء الله باذن الله يعدي ماتش بكره باذن الله بنتيجه كويسه،
ونضمن ان شاء الله باذن الله الـ الـ الوصول لبطوله افريقيا طيب باذن الله. طيب هختار شويه اسماء سريعا كده توجه لهم رسائل. ماشي. مصطفى شوبير. مصطفى شوبير عاجبني عقليته جدا، هتحس ان هو مش يعني سنه اكبر من سنه، عارف هو بيقول ايه، وعاجبني كمان مستواه في المباراه اللي كانت موجوده في القاهره، وحاجه يعني بتمنى له ان هو يستمر على كده وان هو يدوس اكتر، لان انت محطوط في مكانه ان انت تبقى مستقبل النادي الاهلي. محمد هاني. محمد هاني اتمنى له الاستمراريه في ادائه، عجبني بصراحه في بطوله افريقيا، ان شاء الله باذن الله يعني العياط اللي انت عيطته امبارح في المباراه الوداد دي حاجه النادي الاهلي مش هينساها لك، ومجهودك كمان في المباراه ما حدش في البطوله عامه ما حدش يقدر ينساها لك، وانت خلاص دلوقتي كابتن من كباتن النادي الاهلي، فلازم تبقى عارف ان انت شايل مسؤوليه كبيره. حسين الشحات. حسين بصراحة أنا من أشد المعجبين بحسين. حسين كان في ناس كتيرة بتتكلم عليه الفترة اللي فاتت، لكن هو السنة دي مع مستر كولر بدأ إن هو يرجع مستواه تاني وبدأ يرجع تاني، ولكن بعض التصرفات الأخيرة بتاعته كانت مبالغة شوية، أتمنى إن هو يكون هادي أكتر من كده. وأنت دلوقتي من العناصر المهمة في فرقة النادي الأهلي، ومفروض اللعبة كلها بتبص لك يعني. أخيرا محمد شريف. محمد شريف بتمنى له التوفيق طبعا، لعيب من اللعيبه اللي انا بحبها واللعيبه اللي بتتحرك بشكل كويس، لكن لازم تشتغل على نفسك اكتر، لازم تشتغل تخصصي اكتر، لازم تشتغل على الهيدرز اكتر، فانت موجود في مكانه في نادي كبير جدا، فلازم تستغل المكان اللي انت فيه. كابتن هاني نورت الدنيا حبيبي يا محمد، ومبروك مره ثانيه على لقب ال11 بطوله 11 في التاريخ. مبروك يا حبيبي، وانا مبسوط انا كنت معاك، نورت الدنيا، ربنا يخليك يا رب. ناخد صوره مع طبعا اكيد. نشكر الناس على المتابعه، نشكر كابتن هاني العجيزي طبعا على وجوده معانا في السادسه، واشكركم على المتابعه، تحياتي ليكم، وتعالى نتصور مع يلا بينا مع الكاسبه ومع بعض.